رح نحتاج لكوبين سميد، لكوب حليب بودرة، ولكوب سكر، وعلبتين قشطة، وبرضو شوكولاتة للتزيين. الحلو برضو اليوم عنا كتير سهل وبسيط، ما بده ولا شيء. منحط المواد كلها بالطنجرة فوق بعض. يلا بس نرجع لك شوي عشان سناء، بس قبل ما نبلش كمان فرجيهم شكل البطاطا. عبد الله، هاي البطاطا. هاي البطاطا حطيناها إذا ساعة بالفرن تقريبا مع البهارات اللي حطتهم سناء والزيت. كثير زاكرة. هلا زي ما حكينا بالنسبة للحلو كثير بسيط وما بده ولا شيء. بنحط السميد والسكر. إذا السميد وسكر والحليب البودرة كلهم هدول على نار، بنضلنا نحرك فيهم ليصير لونهم تقريبا ذهبي ومنشيلهم. بس اهم شيء انه بياخذوا في البدايه على نار عاليه حتى انه يبلش يتحمر. مجرد ما صرت اشوفه انه بلش يتحمر بوطي النار، لانه ما بدي يتحرق من تحت ومن فوق لسه مش متحمر. تمام، يعني بياخذ له تقريبا ربع ساعه اكثر. تقريبا بده اكثر، يعني بده عضلات تضل كثير ثلث ساعه مع التحريك المستمر. بالضبط. طب سناء قولي لي انت قد ايه لك بتحضري دنيا يا دنيا؟ انا تقريبا شيء 3 سنين من اول مشاركه لي بمسابقه كنور. يعني حلو. بتحضري بس المطبخ ولا الفقرات؟ يعني هي اكثر شيء، لاني قبلها بكون مش فاضيه وهيك، فانا بحاول انه فقره المطبخ هي اللي احضر قبل المطبخ ببلاش. لا احيانا بقعد يعني لما اكون رايقه وما في وراي ولا شيء وانا الشغل اللي بشتغله هذا كله احيانا بتابع وبحضر. يعني اذا كان في معي وقت بحضر. يعني حتى فقره المطبخ مرات بمرات يعني مرات بقدرش اتابعها. ماشي. هلا احنا بعد ما تتحمص يتحمص السميد والحليب والسكر مع بعض بنضيف عليهم علبه القشطه، بنحركهم مع بعض ليتكون عندنا عجينه ونقدر نكورها. يعني هلا بنضلنا نحرك هدول ليصير عسلي لونهم، صح؟ بعدين بنحط لهم القشطه، بنحط لهم علبه القشطه، بصيروا هيك، بصيروا بالطريقه هذه. اوكي اوكي. هلا انا بالنسبه لي بدي ابلش اعمل قدامكم. قديش حكينا ديما بنحركها بس يصير لونها ذهبي؟ يصير لونها ذهبي، واهم شيء التحريك المستمر، لانه اذا ضلك تحركي بينحرق من تحت بيصير طعمه على مرات، يعني زي لون الرمل بدنا اياه يصير. أوكي. هيك شوي تمام. انت عملتيها صح؟ عملتها بس بطريقه ثانيه، عملتها مع شوكولاته الدهن بس نفس الطريقه وحليب مكثف، بس حبيت طريقه سناء لانها شوي اخف. ديما ما بدي ايش بدك؟ صحن مسطح عادي. طبعا هلا انا عملتهم هون تقريبا كلهم حجم واحد، استخدمت السكوب تاع الشمام والبطيخ. بتطلع تقريبا عندك كلها حجم واحد اذا حبيتوا انه تقدموهم بشكل مرتب. الشوكولاتة عم نسيحها. طب عندنا امل بيدون بنصبح عليكي، وعندنا ام سارة عمر برضه صباح الخير، جواهر اهلا وسهلا، نور وام ايهم، محمد نضال وام انس. طبعا انا بدي اقول شغله، امبارح وانا بعمل فيهم ديكورات سميد كان في قدامي لوحين شوكليت من المعروفين، فقطعتهم وحشيت جوا حبه الكرات هذه من قطعه الشوكليت. وينهم هدول؟ اي حبات؟ لا اغلبهم تقريبا هم شوي اللي مش موجود. يعني رجعتي حشيتيهم شوكولاته؟ بالضبط. حلو ماشي. يلا ريت ما قلتي اسمي. لا بتفكر؟ لا تعالي بتسلي رياضه مو جامد. انت فاكره يعني اليوم انت ضيفه؟ ضيفه مين يعيش بدور؟ قديش مريح انك انت بالمطبخ وما عم تعملي شيء؟ شو لما فقت الصبح اشرب القهوه؟ ما دائما بس اشرب قهوه بكون بركن. يعني بالمطبخ وطالعه ونازله ما بتشربيها بروق، بتبرد القهوه وحالتها حاله. يوم هيك قعدت تروقت صراحه الصبح وشربتها وقلت الله يرضى عليك يا سناء. الله يكثر من امثالك. مره رحت زياره عند اختي بدبي، فاختي من النوع اللي دائما معجوقه بتشرب القهوه وهي زي ما قالت ديما، فانه لما رحت عندها انا من النوع لا بحب اقعد واشربها رواق ما بحب اكون معها. فبعد ما سافرت بتقول لي اعطيتيني العاده وروحت. طب ممتاز، منيح اللي اعطيتيني اياها. انا صرت اقعد برواق واشربها فعلا. طيب حلو، ضروري على فكره. ضروري كثير ديما. تعالي حبيبتي تعالي. ايش تشربي؟ هي اسمخ شيء لما القهوه تروح عليك. انا بالشغل بشرب قهوه بس برا الشغل لا ما بحتاج. فلما هيك بالشغل اشوفها بردت وننعجه وهيك. اوكي هلا انا بدي اغطسهم. عملت كميه. سوري عبد الله بس كانت الاير بيس واقعه. ايش قلت لي؟ خلاص هيك تمام الوضع؟ تمام. طب انا رح استمر. انا ذوبت الشوكليت هون. انتوا تخيلوا انه هذا عم بشقر. خلص هو شقر، بلش شوي يتلون. اشقر.
شايفين؟ شايفين؟ شايفين الشقار؟ شايفين احلى الشقار؟ اوكي هلا بغطس الكرات هذه بالشوكليت. انت ملاحظه كيف الاكسنت تبعتها؟ بتحكي شوي على امريكان، هي عايشه بامريكا فتره بعرف. فشوي الانجليزي تبعها على امريكان يعني. فبارح لما حكت معي بتقولي ما نعمل جريل تشيكن مع تشيمتشوري صوص، قلت لها استني شوي لسه ما بعرف عشان طولي بالك نكتبها بالعربي عشان الناس تفهم. طولي بالك. يومي ايش هاد؟ شفتي دمار؟ هذا عذاب. هلا خلاص اخر مره بطلع فيها من المطبخ. عن جد شكرا بشهي. بعدين هي اللي عملتهم لونتهم شيء، عملتها بشوكولاته بيضاء وشيء بشوكولاته ابيض و يعني تغيير. مرقي لي قلب من تحت الطاوله شوكولاته جوعان. طب يلا ما يسكلي لك حبه، مع انه انا وياك والله ما قصرنا الدنيا. هادي هلا شو بدك تسوي فيهم هدول؟ هدول بدي استنى لخبنا شوي. اعصابي حبيبه قلبي كلي. هلا هون بعد ما نغطسهم بالشوكلت انا جبت الكريستلايز السكر اوكي المكريستل المكريستل خلص كريستلايز معمول اوكي بزينهم فيها او باي شيء بالسبرينكلز عندك او اي شيء موجود عندك زينه الكيك يعني بالضبط بتقدري تزينيهم فيها زي هيك بصير منظرها. اوكي كمل الباقيين بعدين بتحطيهم بالثلاجه لتمسك الشوكولاته معي وبعدين بتقدميهم.